يعني برغم يرى الحديث عن الجهود التي تبذلها القاهرة للتوصل لوقف إطلاق النار، إلا أننا رصدنا في اللحظات الماضية جملة من الاستهدافات الإسرائيلية تركزت في منطقة خان يونس. هناك استهداف لمنزل يعود لعائلة أبو طير، وهناك إصابة واحدة في المكان، إضافة إلى استهداف في محيط الميناء الجديد في منطقة خان يونس، واستهداف أيضا لأحد المواقع العسكرية في تلك المنطقة. أيضا في شرق حي الزيتون هناك استهداف لأحد المواقع وأيضا أراضي زراعية. في حي الشجاعية كذلك رصدنا استهدافين لما يسمى بتلة المنطار في تلك المنطقة، وأيضا شمال قطاع غزة هناك استهدافات أيضا في محيط الأراضي الفارغة في تلك المنطقة. أنباء عن أولية عن انتشال شهيد آخر في منطقة شمال قطاع غزة نتيجة القصف الذي استهدف أحد التجمعات السكانية، والذي يعود وهذه الشقق في هذا التجمع السكاني وهذه الشقة التي تعود لعائلة أبو الجديان. إذن الأمر الميداني، التطور الميداني غير واضح الآن فيما يتعلق بتفاهمات التهدئة أو التوصل لوقف إطلاق النار، بحسب ما أعلن أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي بأنه إسرائيل تحاول أن تماطل. هناك جهود صحيح مصرية تبذل، ولكن حتى اللحظة لا يوجد اتفاق لتثبيت إطلاق النار، لوقف إطلاق النار. التثبيت بمعنى استجابة إسرائيل لفصائل المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة فيما يتعلق بتفاهمات كسر الحصار، حتى اللحظة كما يقول بأن إسرائيل تحاول أن تماطل وتطرح شروط جديدة. الفصائل تدرك بأنها لا يمكن أن تعود مجددا لمعادلة الهدوء مقابل الهدوء. وأيضا هناك يعني أنباء عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن رشقة جديدة للصواريخ في محيط مستوطنات غلاف غزة في اللحظات الماضية. حركة الجهاد الإسلامي نشرت فيديو جديد أوضحت فيها أنها أدرجت في الخدمة العسكرية لديها صواريخ بدر أطلقت لأول مرة في جولة التصعيد، وهي صواريخ متطورة يصل مداها إلى 40 كيلومتر. القوة التدميرية أو القوة المتفجرة للرأس الصاروخ هذا يبلغ تقريبا 250 كيلو جرام من المتفجرات، وقالت بأنها أحدثت من خلال استخدام هذا الصاروخ أضرار كبيرة في قصف مدينة عسقلان. إذن حتى اللحظة ما يتعلق بوقف إطلاق النار غير والد، هناك تصعيد إسرائيلي مازال مستمر، الطيران الحربي يضرب، وأيضا الزوارق الحربية والمدفعية الإسرائيلية تضرب في المناطق الغربية الشمالية في قطاع غزة. والحصيلة الإجمالية حتى هذه اللحظة كما ذكرنا يعني 25 شهيد وأيضا 154 إصابة حتى هذه اللحظة. هذه مجمل التطورات الميدانية حتى اللحظة. هناك جهود تبذل حاليا ولم يصر إلى وضع صيغة اتفاق ما لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.